يو شباب، اخباركم؟ اولكم اليوم الفيديو جماعة 10 الابطال ما عندهم جهاز ثاني، عندهم جهاز واحد بس ما عندهم جهاز ثاني. فهذول الابطال رحت بحثت شوي عن اجهزة مقترحة من اللاعبين عشان نعمل لهم مثل جهاز ثاني او نعمل مثلا مثل اقتراحات لجهاز ثاني لهذول الابطال اللي ما عندهم غير جهاز واحد. فيا شباب رح يكون فيديو اليوم نصيحة لك تشرب القناة وخلينا نبدا فيه على طول. ببداية عندنا شخصية جاك اللي ما عندها غير جهاز واحد واللي هو جهاز التسريع، ففكرة جهاز ثاني حتكون مختلفة تماما، مختلفة بنسبة 180 درجة عن الجهاز الأول. الجهاز الثاني بكل بساطة إنه الضربة اللي حتضربها جاكي بمعطيك وسادة الجهاز هيعطي دمج زيادة، يعني فوق دمج جاكي، يعني دمج جاكي من 2000 أو 1700 أو 500 حيعطي دمج زيادة 1000. كمان حيعطي ستان لمدة ثانيتين، يعني حيوقف هذا العدو لمدة ثانيتين قدام جاكي. فكل لازم نعرف إنه جاكي بدأ أي عدو بس يوقف قدامه عشان تبدأ تضرب فيه ضربات كتير قوية. أكتر شيء عجبني بهذا الجهاز هو طريقة تفهيم هذا الجهاز بالرسم تبعته، يعني الشخص اللي عمل هذا الجهاز تعبان كمان على شكل الجهاز، عامل كأنه لغم ونفس الوقت رفسي او ضربي، فحرفيا ظابطه بشكل كتير حلو. فبالنسبه للجهاز الاول وهذا الجهاز، اكيد الجهاز الثاني حيكون احسن من الجهاز الاول لبعض المابات. مش عم اقول انه جهاز اول سيء او شيء زي هيك، لا، في بعض المابات ما بتحتاج سرعه بس بتحتاج جهاز بيعطي ستان لهذا العدو عشان جاكي تاكله براحتها. فصراحه الجهاز كتير حلو، حيكون كتير ممتاز لشخصيه جاكي. شخصيه بيبي كلها بنعرف انه هي عندها شيء مثل ضربي، اذا تعبت هاي الضربي حتقدر تبعد العدو عنها، تمام؟ يعني انت عبيت هذا الشيء بعدين ضربت هاي الضربة حتبعد هذا العدو. ففكرة هذا الجهاز هي فينا نقول حتقوي هاي الضربة، او فينا نقول حتقوي هذا التبعيد تبعها. نقول هي بتبعد العدو 5 بلوكات حتخليه يبعد 10 بلوكات زيادة عن بيبي. ومثلا انه عندك عدو كتير قريب عليك مثل شيري مثلا او عدو كتير قوي عليك، فهذا الجهاز حيخليه بعيد عنك كتير بالنسبة انه ما حيقدر يضربك عن قريب، لو ضربك حيقتلك. فهذا الجهاز حيعطيك فرصة عشان تضل عايش اكثر، يعني هو ما عنده فكرة مميزة او شيء زي هيك، هو عامل لك اياها بكل بساطة انك تضرب ضربي بس هاي الضربه حتتضبل، او فينا نقول بس التبعيد تبعها حيتضبل. طبعا الدمج او اي شيء ما ذاكرين اي شيء بهذا الجهاز، بس مجرد قايل لك انه الضربه او فينا نقول التبعيد تبعه بيتضبل ضربه 2. فكره هذا الجهاز لبعض المابات حيكون كثير ممتازه، بس كمان لبعض المابات ما حتقدر تستخدم كل التبعيد هذا، يعني ما حتحتاج كل التبعيد. فينا نقول بتختلف من ماب لماب، ما بنقدر نقول عليه انه هذا الجهاز حيكون كثير اوبي، بس فينا نقول جهاز متوسط. شخصيه باينون ما عنده جهاز ثاني، فعشان هيك جهازه هذا نوعا ما ابو كلب. انا اخترت انه يكون ابو كلب لانه ما تكون كل اجهزة اوبي او كل اجهزة فكرتهم حلوة، اخترت الجهاز عشان يكون ابو كلب. فاللي عامل لك اياه انه يوم تضرب ضربة بايرون هو بيصيب العدو 3 مرات، او فينا نقول بيسمم العدو 3 مرات، حيخليهم 4 مرات، فهمتوا كيف؟ يعني هو بيسمم العدو بيسمه 3 مرات، يعني بصير سم مرة مرتين ثلاثة، بعدين هوب الرابعة بتصير وقت تستخدم هذا الجهاز. لأنه مثلا بايرون بالضربة تبعته بيدمج 500، فبدل ما يدمج 1500 بالضربة تبعته حيصير يدمج 2000، لأنه صار زاد له سم زيادة. فين هو ممكن ينفع مثلا لو قدامك عدو مثل بارلي ضل تدمه 500، فأنت أما تروح السم الأخيرة حطيتك وزاد الجهاز وبصير من عندك ضربة رابعة. حينفع بس أكيد أكيد ما حدا حيختار هذا الجهاز، الجهاز الأول أحسن بكثير، جهاز بهيلك بينما هذا الجهاز بس بخليك تضرب ضربة زيادة. وانت فيك ما تستعجل، يعني فيك تضرب ضربتين ورا بعض وما تحتاج كل الجهازات. فهذا الجهاز تقريبا لحد الان من اسوء الاجهزه جبتها، بس انه حبيت يكون في شويه اجهزه سيئه بهذا الفيديو. سكويك يا شباب فكرته كثير كيوت وفكرته كثير حلوه. سكويك راح يجي مثل جسم، او فينا نقول مثل حجيب سكويك صغير، خلينا نقول عليه سكويك صغير. هذا السكويك الصغير حيكون دمه 2400، فينا نقول تقريبا نص دم سكويك. سكويك الصغير هذا بكل بساطه حيقرب عند الاعداء، مثلا بيقرب على بريون، بيقرب على شيري، بيقرب اي حدا، بس المدى تبعه والدمج تبعه حيكون اقل من السكويك العادي بنسبة 50%. لو دم سكويك 4800 هذا حيكون دمه 2400، لو سكويك بدمج 1500 هذا حيدمج 750. فيعني فكرته كسكويك صغير كتير كتير كيوت، بس ما اعتقد حينفع كتير لانه هي 2400 تقريبا ضربتين من اي شخصية حيجيب اجله. بس معك بتضل الفكرة حلوة، مثل مثلا وقت نزل جهاز سبايك وتحط لك صبارة صغيرة، فممكن يعملوا عنه فكرة شي زي هيك بهيل او ما اعرف. في له كتير افكار سكويك، ولازم له سكويك جهاز صراحة، لانه بحس جهازه الحالي هو من اسوء الاجهزه الموجوده براو ستارز. مين بيهتم انك تخلي الضربه تبعد اكثر؟ انت تريد شيء يساعدك على تقتل العالم، مش ضربه تبعد اكثر. شخصيه امبر جهازها كلها بنعرف انه في بعض الحالات ما بتقدر تستفيد منه، يعني بس انك بتجرب تضرب النار وراك، واغلب الاحيان هذا الشخص بس يشوف انه في وراك نار فما حيقرب عليك. فالجهاز الاول تبع امبر نوعا ما سيء، فعشان هيك جبت لكم هيك جهاز. انت مثلا تعبي الصوبه تبعت امبر وتحرق واحد من الاعداء، هذا العدو حيضل يحترق مثلا 3 مرات، فالشيء اللي حيعمله هذا الجهاز انه حيخليه ثانيتين
ثانيتين كمان، يعني حيخلي هذا النار ملزوقة بهذا العدو ثانيتين زيادة. مثلا قولوا بده بيحرق 3 مرات راح يصير يحرق 5 مرات، لانه يحسب انه كل ثانية بيحرق مرة. ومع انه الدمج تبع امبر بالصبة 750 او شيء زي هيك، فعشان هيك حيخلي الدمج اعلى بكتير، يعني تقريبا حيوصل ل 2700 دمج. ومع انه اصلا دمج السوبر تبع امبر كتير عالي، فانه تاخذ ضربتين زيادة عند السوبر تبع امبر فهذا الشيء حيفيد السوبر بشكل كتير كبير. ممكن ما يكون الجهاز ممتاز، بس انا متأكد حيكون احسن من الجهاز الاول. سير يا شباب جهازه من اول الاجهزة براود ستارز، تمام؟ جهاز اول من اول الاجهزة، بس ليش ما بنعمل هيك حبة تغيير وبننزله جهاز ثاني حيكون احلى واحلى، هو بنفس الوقت حلو بس نفس الوقت سيء، حتفهم اكثر وقت اشرحكم الجهاز. وانت هلا بدات الجيم سير ولسه ليفلك ليفل واحد، يعني ما تغير فيك اي شيء، لسه ليفلك ليفل واحد، بس تكبس على الجهاز، هذا الجهاز حيخليه سير من ليفل واحد لليفل ثلاثة على طول، بس مو الاشياء الحلوة حتكون موجودة بالجهاز، بل حتكون في شوية اشياء سيئة. خلي الدم سير اقل بنسبة 50%، يعني دم سير اقول 5000 حيخلي 2500 للدم تبعه، طبعا هاي الفترة حتدوم لحتى يموت سير، بس ما سير حيرجع ليفل واحد وحيرجع هيلو مثل ما هو طبيعي. فكرته حلوة الصراحة، بس مش كمثلا اقول ستار باور سيرج لانه هي بتخليه على طول ليفل 2، فما اعتقد حينفع بشكل كثير كبير، بس ما هيك ممكن ينفع بس نفس الوقت ما ينفع، يعني هذا الجهاز فكرته كثير غريبه، بس بالشو داون مش كذا دمك حيصير كثير قليل، يعني يوم بلغ شوي انه خلاه للنص، يعني من 5000 ل 2050 النص تبع السيرج او نص هي السيرج، ما بعرف بالضبط كم بيكون هو، بس للنص كثير كثير قليل. كمان عجبتني فكره رسم الجهاز انه مخلي الهيل اقل بس الليفل اعلى، يعني فيك تقول شارح الجهاز بالرسمي بس. كوليت عنده جهاز معقد كتير، يعني فهم انه كوليت شخصيا معقد والضرر تبعه كتير معقد، حتجيب جهاز معقد يخليه اكثر ما هي معقد، فكلياتنا حنكون معقدين من الحالي. كوليت لما تضرب هذا الجهاز او تكبس هذا الجهاز تضرب ضربه عادي، بكل بساطه هذا الجهاز حيخلي سرعه هذا العدو اقل بنسبه 15%، وسرعته راح تزداد بنسبه 15%. مثلا ان ضربت هذا العدو قدامك بريمو، ضربته ضربه نقص له 15% من السرعه تبعته، هي 15% حتجي لعندك. هي نوعا ما حلوه، فكره الجهاز حلوه انك تسرع سرعه العدو، بس انسرعه يعني 15% ما تحسوا قليل شوي، يعني اوكي حينخف من سرعته، بس مثلا لو خلينا مثلا 30% 40% 50% هو جهاز فلازم يخلوه قوي، ف 15% بحسه عدد كثير قليل، لو خليه 300 او 500 حيكون احسن بكثير، بس كفكره جهاز انك تسرق سرعه العدو ففكره كثير حلوه. اجي شباب شفتوا هذا الشيء اللي فوقه، هذا ما بعرف شو بسموه، هذا احسن بار مثل اسمه بالانجليزي، بس انا الصراحه ما بعرف شو اسمه بالعربي، فهذا الشيء بكل بساطه عشان يتعبى، لا اما لازم يدمج او لازم يدمج، فعشان جبتكم هذا الجهاز بس مجرد انك كبست عليه حيتعبى بارين، او فينا نقول حيتعبى مربعين من الشيء اللي فوقه. كفكره انه مثلا وقت اش يكون بده سرعه فبتكبس هذا الجهاز عشان يعني منه يتسرع ومنه يزيد الدمج، فبتكون فكره حلوه، بس نفس الوقت اغلب الاحيان اش اصلا بيكون معبى، يعني هو ما كثير صعب عشان تعبي هذا البار، بس مجرد انك اكل دمج او انك دمج شوي حتى يتعبى للفول. ففي بعض الاحيان مثلا لو كان الماب مفتوح حيفيدك هذا الجهاز، بس لو كان الماب سكر ما حتحتاجه اصلا، لانه اوريدي حيتعبى بسرعه هذا البار اللي فوق. بس انا متاكد انه حيضل احسن من الجهاز الاول، الاول بيروح لك كل البارات ونفس الوقت ما اعرف جهاز اش غريب كثير. باز يا شباب ممكن بيقدر يكون من افضل الاجهزه المقترحه لحد الان. شو الدائره اللي حوالي باز بيعبي منها السوبر، اذا كان في اي حدا عدو بقلبه حيعبي منه شوي 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 يصير السوبر، هاي الدائره حتتحول من انه دائره بتعبي السوبر لدائره بتهيل تيمك. ان مثلا هاي الدائره حواليك وانت مستخدم ستايل بتكبر هاي الدائره اكثر، فاي عدو او فينا نقول اي حدا من تيمك جوا قلب هاي الدائره حيتهيل 550 كل ثانية لمدة 7 ثواني، هو مبالغ كثير بالعدد، يعني كل 7 ثواني او كل ثانية اقول حيتعبى له 550 اللي هي تبعه نفسه حيفول، بس برأيي لو كان مثلا مقلل الهيل او مقلل الثواني او ما اعرف حتكون فكرة الجهاز كثير جبارة، يعني اصلا حاليا كثير قوي، هيك جهاز كثير كثير قوي، بس انا برأيي انه لازم يضعفه اكثر وفينا نقول يضعف من الهيل تبعه اكثر. تخيلوا انه مثلا لو كان مستخدم ستار بول اللي بتكبر الدايرة، فأنا متخيل كمية الهيل رح تجي لتيمك، متخيل انه مثلا لو بار اللي كان موجود معك طول حيفول بسبب هذا الجهاز، ففكرته كثير حلوه وممكن تعمل لباز، بس انها تكون لازم شوي نيرفات حلوه. واخر جهاز معنا لهذا الفيديو هو جهاز البطاريه لولا، ما انه هي صارت بطاريه جديده. اللولا المدى تبعها يوم تكبس هذا الجهاز حينقص بلوكين، تمام؟ نقول هو بس 10 بلوكات حيصير 8 بلوكات، ولكن الدمج تبعها راح يزيد بنسبه 33%، يعني منه انت حتنقص شيء بس حيرتفع شيء بشكل كثير كبير، هو اصلا دمج لولا عالي، فانت متخيل لو زدت 33%، مثلا قدامك بريمو، قدامك
طول هو، فبدك تقتله بسرعة، فبدك تستعد الجهاز، ما حيفرق معك لو نقصك أي شيء، لأنه هذا العدو قدامك تماما. فهذا الجهاز ممكن يفرق معك لو قدامك شخصية كتير قوية، قدامك شخصية بتضرب على القريب، بس لو كان في شخصية بعيدة ما حتقدر تكسره أو لا تكسره أصلا، ما حتقدر تستفيد منه، دمج جولة أوريدي عالي. فبس أنا عم أقول لك، بس لو تكون متحاصر وقدامك بريمة وقدامك شيلي أو قدامك عدو بضرب على القريب، حطهم تكسر هذا الجهاز ومنه مزية 3300 وأصلا دمج جولة عالي، وبس تلعب السوبر دمج جولة حيصير جبار. بس يا هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله كان عجبك هذا الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، وإذا بدكم فيديوهات مقترحة أكثر، لا تنسوا تكتبوا بالتعليقات، فينا نجيبكم مقترحات أكثر لأشياء أكثر، مو بس الأجهزة، سكنات، ما أعرف، في كثير أشياء براو ستارز، لو بدكم فيديوهات أكثر. أوكي، أتوقع إنك أنت وصلت هذا الفيديو فأنت حبيت هذا الفيديو، فأكتب لي يعني بطريقة. نسكر الكاميرا بأبو عيون.